السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر من خلال الموقع اللي هتلاقي الرابط بتاع الفيديو تحط الملف اللي هو الـ EBW أو CSV، ده ملف داتا للمناخ في المكان اللي أنت عايزه، وتبدأ تشوفه على المخطط 2D. يعني على سبيل المثال هاجي هنا أقول له مثلا عايز سنغافورة، فيبدأ يحمل لي الملف أهوت، فتقدر تشوف شهر يناير هيبقى عامل إزاي، شهر فبراير، مارس، وهكذا، للمعلومات اللي أنت عايزها. اللي مثلا ممكن تقول له انا مش عايز اشوف مثلا دراية، عايز اشوف مثلا دوت، فيبدأ يجيبه لك. فتبدأ تشوف الاماكن مثلا اللي فيها الرياح اكبر بالشكل دوت، وتقدر بعد ما تخلص تصدر الملف بتاعك دوت، سواء مثلا SVG او تصدره لاي امتداد انت عايزه. طبعا ممكن تاخد الحاجات دي صور وتروح مسيفة عندك على المشروع بتاعك او الملف بتاعك، وتقدر من هنا تغير اليونت وتغير شكل الاسكادوال، تعمل زوم عليه وهكذا.